داخلها فيما يخص قلبها أزمة مالية ماشي كما الناس هي تظن، لأنه معظم الفرق الجزائرية عندهم مشكل مالي تاع حنا عندنا طهوة كاتموا. أنا متفاهم مع اللاعبين، الوضعية البحر الأسبوع هذا إن شاء الله تسوى، الناس ضخمت الأمر، الناس قالت 40 مليار، واحد يقول لهم لما صلاهي تاع النادي كل شهر أنتر كاتي سانك. أنا نقول بلي الكلام هذا ما عندوش لا أساس لهم الصحة. حنا سات هي أن مونك تاع مو بصح لاعبين، كاينين لاعبين اللي متقاعدين خمسة أشهر، كاين أربعة، دونك حنا رايحين نسويو الوضعية بحال الأسبوع هذا. فيما يخص المدرب القادم، ثانيا نقول لك هنا ليزيكو كثروا بزاف، واحد يقول لك جيجا، واحد يقول لك بالحوت، واحد يقول لك مناد. نظن باللي لحد الساعة ما كان حتى اتصال رسمي. أنا لأنه أنا اليوم برك بطلب من اللاعبين اللي جيت معاهم تنقلت الوهران، أنا نورمالمون أني كونفاليسونس دو دي جور، لكن رغبة في الطلب تاع اللاعبين جينا. دونك فيما يخص الطاقم الفني ان شاء الله بالاستشاره مع كل المسيرين، مع الطاقم الفني اللي نشكره بالمناسبه خير الدين مضوي وحكيم سبع وسليم قاسم اللي راهم يؤديوا في مجهودات كبيره. نظن باللي ثقتنا كبيره في الطاقم هذا، احنا لو يكون فيه دعم راح نتكلموا نقولوا دعم دعم، لانه احنا نلعبوا مقابلات لا تشامبيونز ليغ وبطوله مقابله تاع البطوله، دونك لازم فيها مدربين اللي يتنقلوا والباقي يبقى هنا مع الفريق. لذلك راح تكون لو فيه يكون دعم بالاستشاره كذلك مع الطاقم الفني اللي راهو اكتويلمون يكزيرسي في لي فونكسيون تاعو. وأعتقد كريم أنه حسن حمار